بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي، تغطيات قناة الهنا، جولة في مول فلاجيو في منطقة البطحة، في محل حلو قوي، وهي كذا محلات جنب بعض كده، فيها اسعار بجد رخيصه جدا. الاسعار بتبتدي من 5 ريال. هنشوف في الفيديو عجبيات وملابس بيتي وملابس خروج كاجوال. هم كذا محلات كده جنب بعض، في الدور الثاني. اول دور هتلاقوا محلات ذهب ومحلات موبايلات وكده. في الدور تطلعوا على السلم هتلاقوا المحلات دي كده في الوش، محلات الملابس. ان شاء الله هحط لكم العنوان في اول تعليق مثبت، بس بجد لقيت الاسعار هناك حلوه ورخيصه جدا. ده محل من المحلات، هتلاقوا الاسعار بتبتدي زي ما قلت لكم من 5 ريال هنا القطعه الواحده. في بقى محل ملابس رجالي وحريمي، هنا القطعه الواحده على 5، الفنات دي القطعه ب10 والقطعتين ب15. العبايات بتبتدي من 25 ريال، هتلاقوها في D4. ده محل تاني جنب منه برضو، عنده ملابس بيتي وملابس خروج، هتلاقوا نفس الاسعار على فكرة. ده محل تالت، في برضو زي القميص الجنسي ده على 30 وفي ب35، عنده حاجات برضو بتبتدي من 5 ريال، باديهات زي البادي ده كده، الاتنين ب15 وواحد ب10. في بقى الفساتين دي، في فساتين ب30 وب35 وب40، دي كلها فساتين خروج وفساتين كاجوال. حلو الفستان ده، هو بسوستة كده من قدام. ادي الموديلات اهي، في برضو قمصان جينز، بلوزات، بلايز صيفي. هنا برضو الاسعار بتتراوح من 25 30 35 40. ادي شكل موديلات الفساتين، عنده عبايات كمان خروج، وفي اللي هي الطرح دي الاتنين ب15، في تيشيرتات رجالي. ده محل تاني كنت عملت لكم فيديو فيه برضو، ده بقيته. في بقى البرا دي على 10، في تشكيلة كتيرة جدا من البرا عنده، اي قطعة منهم على 10. ده بكام الطقم ده؟ 25 25 ماشي. هذا؟ اه هذا 30 دي ب30؟ 30 اه هذا كونسيشن شورت، دي 25 شورت، اه شورت كونسيشن. شايفين بيجامه دي؟ دي خامتها حرير على فكره، ناعمه جدا. اللي ببنطلون على 30 واللي بشورت ب25. والجواكت دي دول بكام القمصان دي؟ 25. واللي فوق البيجامات دي كلها 25 برضو؟ هنا 25، كله 25 هنا؟ كله 25. من 25. اي عباية خروج من دول على 25 ريال يا بلاش. ودي على كام؟ 25 برضو. خمسة وعشرين.
طب شوفي دي ب25. دي بسوستة لا مختلفة عنها شوية. كله زي بعض. ودي كمان ودي ب25. في بقى هنا العبايات دي على 85، هي نازلة يعني ضيقة من فوق ونازلة على كلوش واسع من تحت. في بقى دي ب25 اللي هي العنابي دي. في شكل تاني برضو من العبايات اهي، دي برضو على 85. ادي شكلها. بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة عن ملابس العيد. إذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش حبيبي تعملوا لنا اشتراك ولايك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.